Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai wa bimanawa Syekh Muhammad Ibn Al-Janji wa bimanawa Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi wa bimanawa Al-Habib Anis bin Al-Habsi wa Al-Habib Alwi bin Al-Habsi wa Al-Habib Alwi bin Anis bin Al-Habsi wa khususan Tuan Guru Zaini Abdul Ghani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa summa ila khususan Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Taha Makandung Jati Kramat wa summa ila man azazani fi hadal kitab Maulid Ad-Dibai khususan Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas wa Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas ولي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم لدرجاتهم في الجنة وينبونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبهاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى للصحابة Muhammad.
محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة. وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وعلى وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فكل اسمي الله لا إله إلا هو، هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الوالي الطالب البائث الورث المنه السالم عليم الكين والبين والزاين والذاهب. يسبح الآفل والمائل والطالب والغارب ويواحظه الناطق والصامت والجامد والذائب. يضرب بأدنى ساق ويسكن بفضل قريب. لا إله إلا الله حكيم الحرب بديك به والجاي في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق وعظما وعقودا وورقا ولحما وجلدا وشعرا من ذنب معتني في متراكب من ماء دافق يخرج من بين صلب والترائب. لا إله إلا الله كريما بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب. ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة. ف
الكون له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وكالجداد بالدموع السواكب والكون بين نادم وكائب وخائب لنفسي يعاقب وأبق من الظنوب إليها رب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيار فيعودون وقد فازوا بالمتلوب وأدركوا الرضا المحبوب ولم يغد أحد من القوم وهو صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يحلق آدم من التين اللازم وعرض فخره على الأسياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم يا رسول الله سلام عليك
نبي نوره يا
يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما علق الله آدم عود ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم بعبدني الله أن جوجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وعملني في سفينة في صلب النور عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين كذب بي في النار ولم يزل عز وجل ينقلني من الأسلب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاقرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما يمتلكي على صفاح قضى اللهم صل وسلم وبارك علي ولا اللهم صل وسلم وبارك علي فتزل الرسول ترابا واستبشارا وزاد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتجد الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج أدفت يدي رعد العالمين يا غوحين الجون والكرم سلام عليك يا رفيع شان
وفضلي إلى نهاية تمام حملي
فلما استد بأظهر بإذن رب الخلق وضاءت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر بتمام صلى الله صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا Yeah.
Yeah.